يا مساء الفل عليكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. رجعت لكم النهارده بفيديو جديد وفكره جديده من اعاده تدوير الملابس القديمه. يعني لسه مكملين سلسله اعاده تدوير الملابس القديمه. لاول مره بيشوف قناتي ما يترددش ابدا، ينزل بسرعه يلا يعمل اشتراك للقناه وفعل الجرس على كل، عشان كل ما انزل فكره جديده او فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. واوعي تنسي تحطي اللايك عشان بتنسوه والله، ما تنسوش كمان تكتبوا لي تعليق حلو منكم شجعني ان انا اكمل. ويلا بينا نبدا في موضوع الفيديو النهارده بقى بنات. ده بنطلون جينز قديم عند بنوتي وكان قصير جدا عليها تمام، فكنت راكناه بصراحه، فقررت ان انا اطلعه بقى من الدولاب واستفاد بيه، او اخلي بنوتي تستفاد بيه، هطلع لها منه ثلاث افكار مختلفين عن بعض. هنا بقى يا بنات بدات ان انا اخد الطول المناسب. انا مش عايزاه ولا هوت شورت ولا بنطكور، عايزاه شورت كده في الوسط يعني يكون طوله مناسب تمام. وهعمل حساب ان انا هتني تانيتين مع بعض. دلوقتي هتشوف انا اقصد ايه. هنا بعد ما خدت الطول المناسب اللي انا محتاجاه، بدات ان انا اظبط القطعتين مع بعض. وتظبطي القطعتين مع بعض كويس جدا عشان ما تبقاش حته اطول من حته او حته اقصر من حته. هنا بقى هبدا ان انا اتني تانيتين كده من على الحرف. لو عايزه تشرشريه بايدك مفيش مشكله، بس انا صراحه مش هعمل كده. انا هتنيه كده زي ما انتم شايفين تانيتين كده من على الحرف وادوس عليهم بالمكوى. عشان كده قلت لك وانت بتقصي او انت بتاخدي الطول اعملي حساب التانيتين دول. هنا بالفعل كنت خلاص كوتهم او دوست عليهم بالمكوى. لازم المكوى تكون سخنه جدا عشان تثبت التانيتين اللي احنا عملناهم. ايه رايك؟ وشكله شبه الجاهز بالظبط تمام. بعد كده بقى هجيب الرجل بتاعت البنطلون. زي ما انتم شايفين كان البنطلون فيه رجل واحده مرسوم عليها نفس الرسومات اللي كانت على البنطلون من فوق، اللي هي دلوقتي على الشورت. هنستفاد بالقطعه دي. هبدا كده بقى اخد المقاس المطلوب او المقاس اللي انا عايزاه، وهعلم كده على القماش وهقص بقى كده بالمقص. اللايك اللايك، اوعوا تنسوا اللايك، اوعوا تنسوا لو اول مره بتشوفيني زي ما قلت تشتركي في القناه، والله هتستفادي جدا من افكاري. بعد ما قلبت القماش بقى كده على ظهره، هقفل بقى كده بالمكنه او على ايدي تمام. يعني تقفلي بمكنه الخياطه او تخيطي على ايدك. النهارده فكره النهارده او خطوات النهارده بسيطه جدا، مش محتاجه فيها مكنه خياطه. خيطت كده زي ما انتم شايفين من الجنب، وجيت كمان من تحت، وجيت كمان عملت الزاويتين دول المثلثين دول تمام. وبعد كده بقى قلبت الشنطه على ظهرها، ومش هقص اللي هو المثلثين اللي انا خيطتهم وقفلتهم، عشان دول بيخلوا قاعده كده للشنطه، يخلوا شكلها مظبوط كده من تحت. بعد كده بقى يا بنات هناخد كده البنطلون الجينز اللي هي الرجل الثانيه بتاعت البنطلون، هناخد منها قطعتين كده او اربع قطع. هنعمل منهم الايد بتاعت الشنطه، لان القطعه اللي انا عملتها اللي فاتت دي كانت شنطه تمام، فعامل لها الايد بتاعتها. انا بنوتي عايزاها شنطه كروس، فعايزه الايد بتاعتها طويله شويه تمام. فجبت بقى قطعه بتاعت بنطلون جين، جبت القطعه اللي قصتها من بنطلون جينز، وهبدا ان انا اوصلها تمام بالمكنه او توصليها على ايدك. بعد كده بعد ما هتوصليها طبعا على ايدك، بصي هتتني كل حرف كده قصاد التاني، وبعد كده تجيبي الاتنين دول اهو زي ما انت شايفه كده، وتقفليهم كده على بعض، وبعدين تبداي ان انت تخيطي. هنا بقى انا كنت عملت الخطوات اللي شرحتها لكم، رحت قفلتها على المكنه. بعد كده هثبت الايد بتاعت الشنطه، هثبتها كده في الشنطه كده من فوق اهو. ايه رايكم؟ شايفين شكلها بقى عامل يعني الرسومات اللي عليها نفس طبعا الرسومات اللي على البنطلون او اللي على الشورت بالظبط. ايه رايكم؟ الفكره بقى رقم 3، مش هعملها معاكم الخطوات بتاعتها لان احنا لسه كنا عاملينها قبل كده مع بعض. اتبقى طبعا قصائص اخدتها وعملت منها توكه كده اهو زي ما انتم شايفين. والتوكه دي شكلها عامل كده ليه؟ عشان هي جواها استك مبطط، استك مبطط عريض، فكل ما بتعرضي طبعا الاستك بيخلي التوكه شكلها زي ما انتم شايفه كده، شكلها حلو جدا. لو اول مره بقى بتشوفيني يلا انزلي بسرعه اعملي اشتراك للقناه زي ما قلت لك، وتفاعلي معايا في الفيديوهات. وكمان ما تنسيش ان انت تكتبي لي في التعليقات بتتابعيني من انهي بلد، ولو في فكره انت عايزاني ان انا انفذها لك اكتبها لي في التعليقات وانا برد على كل التعليقات. اشوفكم بقى على خير الفيديو اللي جاي مع فكره جديده، ومع السلامه.